السلام عليكم. في هذا الفيديو غنشرح لكم نماذج تصريح بالشرف، وهذه التصاريح هي بالخصوص موضوعه باش كتاكد او كتنفي معلومه معينه مرتبطه بشخص او بشيء معين. والان غنتعرفوا على 14 نوع من تصاريح الشرف. هذا النموذج الاول، تصريح بالقرابه. هذا الثاني خاص بزوجه توفى الزوج ديالها ولكنها غير مسجله بكتاب الحاله المدنيه. هذا تواجد الأبناء خارج تراب وطني، وهذا النموذج بالتكفل بشخص معين. هذا نموذج طفل غير مسجل بحالة مدنية والأب ديالو توفى. هذا تصريح ثبوت الزوجية، غنوضع فيه جوج نماذج. هذا تصريح شرف خاص بالتحمل العائلي، فيه نماذج كثيرة، ولا بغيتو نوضعو فيديو خاص بأنواع ديالو ما كاين حتى مشكل كتبونا في التعليقات. هذا تصريح استغلال منزل معين من طرف مجموعة من الأشخاص، وهذا إغلاق محل لمدة معينة أو من تاريخ محدد. هذا نموذج تواجد شخص معين في مكان معين في واحد الوقت محدد. هذا تصريح أن شخص مازال على قيد الحياة. هذا تصريح الزواج من أجنبي. وهذا تصريح عدم الاستفادة من الضمان الاجتماعي. وهذه هي قناتنا بتليجرام، الرابط في البايو ديال هذا الحساب. ممكن تنزلوا هذه الملفات وقت ما بغيتوا. أي ملاحظة تكتبونها في التعليقات. يعجبكم الفيديو إعجاب ومشاركة، والسلام عليكم.